بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي الطلبة طالبات الفرقة الأولى قسم اللغة الألمانية، مرحبا بكم في محاضرة اليوم. نتحدث إن شاء الله فيها عن القصة القصيرة. الأسبوع الماضي وقفنا على قصة جسر المحبة لمحمود طيمور، واليوم سنقف على قصة أخرى بعنوان الجنتلمان محمود طيمور. جسر المحبة أنا بعثت لكم القصة دهيا على الملف، إن شاء الله تكون قريتوا المحاضرة كويس وإن شاء الله تكون تفهمتموها، لكن أنا هسترجعها بسرعة كده. وفي الأول بنقف على الكاتب زي ما تعودنا، محمود طيمور أخو محمد طيمور اللي احنا درسنا ليه قصة في القطار، وقلنا أول قصة فنية تعفرت فيها السمات الفنية القصة في العصر الحديث، وقلنا أن محمد طيمور ولد سنة 1892 وتوفي سنة 1921، وقلنا ان اخوه محمود طيمور الذي ولد بعده بعامين 1892 واطال الله في عمره حتى توفاه سنة 1974، يعني عاش حدود 84 سنة. سبحان الله، اخوه عاش 29 سنة وهو عاش 80 سنة. محمود طيمور أبو أحمد طيمور المولود سنة 1871 وتوفي سنة 1934، وعمته اللي هم أخت أبيه عائشة الطيمورية اللي لها ديوان جميل بعنوان حلية الطراز، ودهان توفيت سنة 1903 وكانت مولودة سنة 1840. محمود طيمور ترك لنا مجموعة من الأعمال القصصية، الشيخ سيد العبيط، رجب أفندي، وأكثر من رواية منها سلو في مهب الريح والإناء المجهول، ومسرحية يوم اليوم خبر. تعلم محمود طيمور في المدارس في الفترة الزمنية بتاعته، مدارس الملك، ثم مدرسة الزراعة العليا، أصيب بالتيفود، ذهب إلى سويسرا استشفاء، وظل فترة هناك أحب الأدب وانتهج هذا النهج الذي صار عليه أبوه وأخوه وعمته من قبل. قصة جسر المحبة بتقوم على فكرة معينة، وهي بتقول كما تدين تدان، أو أن البنت بتقلد أمها، أو إذا أخطأت الأم فالبنت تتبعها في الخطأ. وإحنا عندنا في المسألة الدارج حط مش عارف ايه على ايه تقطع البنت لامها، مش فاكر بالظبط لكن انتوا فاهمينها كويس. الام اسمها سعديه تزوجت مع اسمه يسري، وابنتهم اسمها يسري. القصه بتقول ان سعديه كانت في ريعان الشباب بداية حياتها، 17 عاما، جميلة مرحة، تزوج من أرجل أكبر أو في سن أبيها في نهاية شبابه، في بداية شيخوخته. ظلت معه هذه الفترة، أحبت أن تبحث عن رجل قريب منها في السن، أحبت رجل، هذا الرجل وصفه الكاتب بأنه كان لا يأتي القاهرة إلا لماما أو قليلا، لأنه كان من أهل الصغور وكان دائما يراسلها، تذهب للبريد الرسائل المحفوظة، يكتب عليها الرسائل المحفوظة، رسائل تحفظ حتى يأتي صاحبها لاستلامها، وكانت بتختار الوقت ما بعد الساعة 3 عصرا وقت الكيلولة. الأب يكون قد هجع نومه، همدا ينام وقتا لا يستريح، والبنت كانت في غرفتها تذاكر. تتسلل المرأة سعدية وتأتي بالرسالة من حبيبها، شفيقة عليها، محبة لها، تقبلها، تضعها كأنها مولود جديد جميل،
ظلت هذه العلاقة فترة طويلة، ويفاجئنا الكاتب بأن في يوم من الأيام سعدية تذهب فتستلم رسالة بعنوان إلى يسرية يسري. هي اسمها سعدية يسري وبنتها اسمها يسرية يسري، سعدية يسري لأن المرأة تنسب إلى زوجها في المجتمعات دهيا. أخذت الرسالة والتبس الأمر على الرجل الذي سلمها الرسالة لتفضها في البيت. تجد فيها موعدنا الخميس ونتفق على كل شيء، أننا سنسافر لنتزوج. طبعا الكلام ده في الفترة الزمنية اللي كتب فيه محمود تيمور هذه القصة، وأعتقد أنه كتبها في ريعان الشباب، ولا داعي إن أنا أقف طويلا، لأنه عندما تحدث عن الرجل تحدث عنه بأنه طائر من طيور الأساطير الذي طار فجأة ثم سقط، لكن الرجل ليس بهذه الصورة. رغم أنه يمدح الرجل كثيرا بالتزام واجباته الأسرية، ولكنه يحاول دائما أن يقلل من قيمته ومن قيمة أن ينشأ حب بين رجل يحترم زوجته ويداعبها بهذه المداعبة ويضحك معها ويقوم بحق الزوجية، ويقوم رجل له احترام في المجتمع. يحاول الرجل أن يزلزل كل هذا. أعتقد أن الحياة غير ذلك، وأن الزوجة حتى ولو كانت صغيرة وجدت في زوجها الحب والاحترام والتقدير، وجدت في الإنسان المحترم أعتقد أنها تحبه وتعيش معه هنيئة مكتفية به، لا تزعم عن أجر آخر كما يرى الكاتب. من البداية الكاتب بيغالطنا وبيقول أنها زوجت يسرية في الزيتون بعيدة عنها كي لا عفوا زوجت نادر يسرية وذهبت وأخذت مكانا سكنا في الزيتون بعيدا عن ابنتها. هنا مغالطة وقع فيها الكاتب، لأن الزوجة ليس لم يكن عندها متاعب، دي بنت واحدة وربتها، والبنت كانت بنت دائما أو الابن بيكون مصدر سعادة لوالديه، مصدر تسلية ابنتها. لولا ابنتها كيف تتسلى وكيف تشعر بأننا أبناء، ولا تشعر من داخلها بالنقص المعين أو أن الله لم يرزقها بشيء ورزقه للآخرين. كيف طار من ابنته وهي تحب أن تعيش معها ليل نهار لولا أن حياة الزوجية بتفرض أمورا معينة اللي كانت عاشت معها في بيتها. هو بيقول لك هربت وعشان تستريح من تعب تربيتها. لا، بعتقد تعب التربية متى؟ إذا كان هناك أطفال كثيرون وصلوا لا 8 أو لا 10 وهناك تعب ومعاناة إلى آخره. لكن الكاتب لم يوصل لنا أن هناك معاناة مادية. الرجل كان موظفا وكان دخله ميسرا وطيبا. أول مغالطة وقع فيها أنه جعل سعدية تهرب من ابنتها وتريد أن تستريح، وجاءت في هذا المكان أخذت تتذكر، فتذكرت هذا الموقف. زوجها كان قد توفاه الله، وتتذكر هذا الموقف أنها كانت دائما مع بعلاقة مع رجل ما لا نعرف كيف اخترع الكاتب هذه العلاقة. فالعلاقة إذا وصلت للتراسل في هذا الزمن لابد أن يكون هناك لقاءات معينة، سواء الأسرة هي أتاعة هذا اللقاء بالصداقة أو بالقربة، أو أنها كانت من النساء البارزات التي يخرجن ويلتقين ويتعاملن مع الرجال في المجتمع فتنشأ مثل هذه العلاقات. ها علاقة وهمية ابتدعها الكاتب لرجل وامرأة، يعني كي يقول لنا حط الجدر على فمها تطلع البنت لأمها وخلاص. وليست قاعدة يعني ثابتة وراسخة في الحياة أن الأم تحب فنجي ابنتها تحب مثلها. أحبت هذا الولد، وفي الرسالة بتقول يوم الخميس موعدنا لنذهب لنعيش معا ونتزوج. رغم أن هذه أفكار أعتقد كانت منبوذة وكانت غير موجودة في العصر اللي بيحكي عليه الكاتب في ظني أنا هذا الكلام. اللهم إلا إذا كانت حالات نادرة شاذة، والشاذ كما يقولون في النحو لا يقاس عليه. لما يكون حاجة مش حاجة شاذة ما قلتهاش أنا الموضوع القاعدة والأساس، هذا يكون استحالة استثنائية. شخصيات ثلاثة، شخصية سعدية، شخصية يسرية، وشخصية اليسري. يسري رجل محترم تزوج وكبر السن، عطف على زوجته، أحبها، كان يلعبها، كان يلعب معها، كان يقدم لها كل ما تريد.
المرأة لم ترضى بكل هذا وأحبت. سعد هي امرأة متمردة من الداخل، راضية من الخارج. رغم أنه لم تكن هناك خلافات أسرية كما ذكرت أحداث القصة. القصة بدأت يعني من نهايتها بالتذكر، الرجل الست سيدة سعدية في بيتها في الزيتون بتتذكر، ثم بعد ذلك روت الأحداث بطريقة تصاعدية تراتبية متسلسلة، إنها تزوجت، أحبت، وجدت كانت تذهب إلى البريد في يوم من الأيام، ذهبت وأتت برسالة، كانت الرسالة لابنتها بدل ما تقول لها. تنتهي الأحداث بإيه؟ ما أن ابنتها تفيق من غيها وتقول لها الأم تعالي إلى المطبخ لنعد القهوة لأبيك فإنه سيقوم الآن. قصة في أعتقد إن حتى ارتبط الكاتب هنا بزمن القصة إنها تقرأ في جلسة واحدة، قصة قصيرة تقرأ في جلسة واحدة، وبعدد الساعات الزمنية إن هي من الساعة 3 ذهبت والساعة 5 بيقوم زوجها من النوم، ساعتين مدة القصة زمنيا، ولكن من خلال هاتين الساعتين تذكر الكثير والكثير لزواج سعدية. تذكرت زواجها من هذا الرجل وأنه كان كبيرا عنها، وتذكرت حبها لهذا الرجل الذي لم تذكر اسمه، والخطابات كانت هي في كثير من الأوقات هي الأداة الوصال بينهما. القصة الحبكة بتاع القصة حبكة جيدة إلى حد ما، وجعل عنصر المفاجأة هو الذي يلم بوتقة القصة من حوله. مفاجأة بإيه؟ بإن صاحب الرجل بتاع البريد اختلط عليه سعدية يسري، يسرية يسري، جعل لهذا أعطاه الخطاب باعتبار أنه لا فارق كبير، أو أن ذاكرته لا تحفظ بالضبط سعدية ولا يسرية، لكن بتحفظ يسري وتحفظ الدال والياء والتاء الأخيرة التي تشترك فيها، أو الياء والتاء الأخيرة تشترك فيها الاسم الأول، يسرية سعدية، ياء وتاء في آخر كلمة، كحرفين مشتركين. الشخصيات واضحة، شخصية الرجل، شخصية رجل بيت يحترم نفسه ويحترم وجوده ويقوم بواجباته المنزلية. سعدية امرأة وإن كانت راضية خارج من الخارج لكنها غير راضية من الداخل، وحبل زوجها، ولكن ظلت محتفظة بعفتها ومحتفظة بقدسية العلاقة بين الرجل والمرأة، لم تنحرف مع هذا الرجل انحرافا يرفضه الدين وترفضه العادات والأخلاق والمجتمع. تحب زوجها ولا تكرهه، تحب ابنتها. ابنتها صورها الكاتب أنها فتاة في بداية حياتها عندها من الطيش والنزق والتسرع والتهور، ولكن سرعان ما وجدت ما أفاقت عندما نبهتها أمها بخطئها الجسيم الذي كان يمكن أن تقع فيه. الشخصيات زي ما قلنا كده، الأحداث صورة تراتبية، اللغة بنجد أن الكاتب أجاد في التصوير، اللغة التصويرية التي تصور المواقف والمشاعر. الحوار أيضا جاء الحوار مبتسرا وجميلا ومقنعا ما بين البنت وأمها. هذا هو عن القصة السابقة التي وقفنا عليها في المحاضرة السابقة. اليوم قصة بعنوان الجنتلمان. الجنتلمان ده هي أيضا لمحمود طرمور، وأيضا زي ما شفنا في القصة السابقة ثلاث شخصيات بنيت عليهم القصة، اللي هم سعدية الزوجة ويسرية البنت الابنة وأبوها يسري، ثلاث شخصيات. هنا أيضا بيبني قصته على ثلاث شخصيات. الشخصية الأولى فورفاتلي هو رجل إيطالي، والشخصية الثانية عزوز صديقه، وهو الذي يروي الأحداث، الراوي قد يكون الكاتب أو شخصية اختلقها بتروي. إيه بتقولي القصة دي؟ بتحكي عن الإنسان والزمن وتغيرات الحياة، دوام الحال من المحال، والحياة دائما في تغير. فورفتلي كان عنده مطعم، هذا المطعم كان في شارع هتلي،
كان لهم من الوجاهة ولهم من الصيت ولهم من الزيوع ولهم من القيمة، ويدخلوا دخلا كبيرا وعيشوا حياة بازخة، يعرف مشاهير المجتمع لأنهم يأتون إليه يأكل وجبات جميلة كما وصف الكاتب، وجبات إيطالية كثيرة. فرفت لدي في يوم من الأيام راح وجد عنده دمية، عمل دمية كدعاية، دعاية له، دعاية كبيرة له. الدمية هي وجه رجل يمسك بيد أو وضع فيها جوانت كده أول، وماسك مقبض عصاه، والرجل على رأسه شملة سوداء، ومن تحتها إيه ومن تحتها نقول عليه شال حريري أبيض، وموجهة عليه الأضواء، وفي إيده عصا، وفي إيده التانية اللي هي الليستة بتاع أو قائمة المأكولات. هذه الدعاية أو هذه المومياء جعلها دعاية لمطعمه، والناس جاية بتشوف الرجل ده في جماله وتشوف الوجبات. هو رجل كان أنيقة، اللي هو فرفتل ده هو واقف جنب الدمية بتاعته يضحك مع الناس طبعا، وطبعا ويقول لهم اتفضلوا وتشرفونا، يعني كلمات جميلة تخرج من فمه لكي يجعل لمكانه القبول والاحترام والحب. تردد هذا الرجل مع صديقه عزوز، الذي هذان الصديقان كانا يحبان اكلات هذا المطعم. تردد عليه فترات، وبعد فترة منقطعة، ولكنه في يوم من الأيام وجد هذا الرجل ومعه لستة في شارع سوق البنات، في عفوا في حارة جامع البنات، في حارة جامع البنات وجد هذا الرجل وقد قام بعمل نقول مكتبة صغيرة، نقول عليه مكان لبيع الكتب القديمة في هذا المكان. وجد الدنيا قد تغيرت به، وكتب على المكتبة بتاعته دهيا كوهين الوراق، أو لتبيع الكتب سواء جديدة أو قديمة، بس الغالب كانت كتب قديمة. ناسيه وماشيه، وبالصدفة أيضا في يوم من الأيام يجده في حارة أخرى، حارة دهيا بحارة بين السورين. وجد هذا الرجل بيدعو إلى زيارة سوقا له أو معرضا له للملابس القديمة التي كانت تباع في مناطق في القاهرة في هذه الفترة، وأعتقد ما زالت حتى الآن موجودة. يستوردون الملابس ثم يقومون بغسلها، وفي طبعا في غسالات كبيرة وكيها ووضعها فيه غلالة بلاستيك جميلة للدعاية، ويبيعون هذه الأشياء. وسبحان الله، أرزاق لناس وناس تحتاج إلى ذلك، وربنا سبحانه وتعالى جعل طبقات لحكمة يعلمها هو لكي تسير الحياة، وجعل كما قال المولى سبحانه وتعالى يتخذ بعضكم بعضا سخرية، ده يوظف ده عنده، ده يوظف ده عنده، ده يسخر ده ده يؤجر، وتسير الحياة هذه سنته سبحانه وتعالى. طبعا هنا لما وجده في المكان في الأخير بين السورين، وجد في حرب بين السورين عنده محل للملابس، وجد صورته قد تغيرت. وجد البريق الذي كان على وجهه راح مع تقدم الأيام، وظهر التجاعيد، والعينان زائغتان للداخل، النطق لم يعد كان في الأول كما كان في الأول، النطق السليم، الأسنان المتكسرة، الملابس البالية، حتى جسده أصبح هذا الجسد نحيلا، القدمان ليستا كما كانتا ممتلئتين، ولكنهما فرغتا وأصبحتا كعصوين. الدنيا تغيرت بهذا الرجل. من هذه القصة نقول إن الفكرة العامة لهذه القصة إن الإنسان
لا يبقى على حال، والدنيا لا تبقى على حال أبدا. كان شابا الدنيا تضحك له، والمال يأتيه بصورة غزيرة وفيرة. تغيرت به الأيام، فتارة بعدما ترك هذا المحل لديون عليه ذهب إلى مكان آخر في حار جامع البنات يبيع الملابس القديمة، عفوا جامع البنات يبيع الكتب، وجعل عنوان للكتب المكتبة بتاعته كوهين الوراق. ثم بعد ذلك شارع بين الصغير ليبيع هناك الملابس القديمة المستوردة. إيه، الحياة تغيرت بهذا الرجل، سواء المستوى المادي لا تبقى الحياة على حالها، سواء على المستوى الجسماني أنه لم يعد جسمه قويا، حالته النفسية التي كانت في بداية حياته في الشباب كانت تضوع مسكا وعطرا، ووجهه متألق، وعيناه جميلتان، عيناه متفتحتان بالحياة، بحب الحياة، بجمال الحياة، علاقات مع شخصيات كبيرة في المجتمع، تواجد جميل. تضعضع كل هذا وتراجعت الأيام وتغيرت السنون، أثر كل هذا في جسده، لأن مع تغير الأيام مع تقدم الإنسان في العمر بيضعف الجسد، وكل شيء بيتغير. الوجه بيذهب منه النضارة، والعينان يخبوان ولا يظلان بصورتهما من الرؤية الجيدة، والجسد في مشيته يتغير. هذه سنة الحياة. شخصيات القصة، الجنتلمان اللي هو انا بعتقد برضو القصة صورت حاجة تانية، هذا الجنتلمان بان الانسان اذا عاش حياته معيشة من اجل المظهر الواهي، المظهر البراق، بتكون حياته حياة فارغة. اذا عشت انا بمنظري، والحياة في اي لحظة يتغير، ده خلاص راح منظري، لكن لو عشت بقيم معينة وبثوابت معينة حتى لو تغير يظل الجسد محتفظا بما رآه الآخرون من البداية فيه، أنه ما أرأوه هو إيه متألق، وربما يستخدم مكياجات أو من أشياء تجعل خدينا نظيرين، أو أشياء أخرى لجسده أو لرأسه إلى آخره. مع تغير الأيام زال كل هذا، ولم يستطع أن يواصل كما كانت الأيام من قبل. إذا اعتمد على المظهر فإن هذا المظهر يزول في يوم من الأيام، لكن يجب عليه أن يعتمد على الجوهر، حياة جوهر وليست مظهر. الدين بقيمه العظيمة التي في داخله، وليست بما نؤديه من طقوس شكلية. أيضا حياة الإنسان يجب أن تكون على هذه الشاكلة، لا نعتمد على المظهر لكن نعتمد على الجوهر في كل شيء. هذا الرجل اعتمد على المظهر، وجاءت الدبنة مجسدة لهذا الرجل في اللاسة الجميلة، وفي العصا اللي كان يمسكها صاحبها، أيضا كان بيمسك عصا، لكن العصا في آخر مشهد وجدنا مقبضة لعصات قد زبلت وقد بددها الزمن وأصبحت لا قيمة لها. يمسك عصا جميلة، ما يقدر هذا الرجل ماسك في يدي عصا جميلة، وماسك اللست في ايد الثاني، ايد اليمين، ووجهه يبرق، والاضواء مسلطة عليه. صورة الدملة دي هي صورة ايه؟ فرفت لداية الذي اعتمد على المظهر ولم يعتمد على الجوهر. تسير الاحداث سيرا طرديا، يعني بتسلسل، انه شافه في المطعم بتاعه شارع علي، بعد كده هو في حار جامع البنات، ثم في حارة ذات السورين أو شارع السورين، في حارة شارع السورين. من هيك في الأول كان صاحب مطعم، بعد كده هو صاحب محل لبيع الكتب، ثم محل لبيع الملابس القديمة. صارت الأحداث سيرا طرديا، كان شابا ثم كبر حتى وجدناه في سن الشيخوخة.
الشخصيات زي ما قلنا ثلاثة. عزوز شخصية نجده ألوفا محبا لصديقه، نجده إنسان اللحظات الحميمية الجميلة إنه هو صديقه، في لحظات حميمية جميلة بينه وبين بعض، يقعدوا مع بعض، إذا أنت بتحب صديق يذهب معك في المناسبات الجميلة اللي تحبها، أو أنكما تسهران معا أو تذهبان لأكل وجبة معينة بعيدا عن البيت. هو عزوز كان صاحب من هذا الطراز. شخصية فرفردي شخصية تعيب الشكل والمظهر ليس إلا، شخصية الكاتب عكس ذلك أو الراوي عكس ذلك، فإنه يريد أن يعيش الحياة من الداخل ويعيش حياة يكون فيها الجوهر أكبر من إيه؟ من المظهر. نعم تمتع بالحياة وكان يذهب لهذا المكان، ولكن عندما وجد أن المظاهر عندما تكبر بهذه الصورة تصبح مظاهر خادعة ولا قيمة لها، ترك هذا المكان إنه يحب أن يعيش الحياة حياة فيها من الإحساس الداخلي الجميل. أنا مش طور عليكم، قلت لكم الشخصيات والبناء. الزمن إحنا شفنا الزمن هنا بيتضح هنا من خلال وجوه الشخصيات، تقدم الزمن بهذه الصورة. بعد ما كان هذا الرجل يعج شبابا وجمالا ونضارة، تقلبت به الأيام وأصبحنا هذا الرجل وجهه مشحوب وعيناه زائغتان وقدماه كعصوين، زبلة وضمرة، وتغير به كل شيء في الحياة، لم يعد يرى كما كان في بداية حياته. الزمن هنا الزمن وانسحب على عمر إنسان، ولكن ظهر الزمن في تشكيل شخصيات الكاتب، فجعل الشخصية تتغير تغيرا كبيرا مع تقدم الأيام. المكان ثلاث أمكنة عندنا، شارع علي، وبعدين حارة جامع البنات، وبعدين حارة السوريد، شارع السوريد، أماكن كلها بتحبر لنا عن منحنى متراجع. شارع عدلي شارع يموج بالحركة والتقاء الناس والوجهاء به، ثم بعد ذلك تدهورت الحياة فرجع شيئا فشيئا من إلى شارع جامع البنات إلى شارع السورين. هنا المكان بيجسد لنا تراجع الحياة مع هذا الرجل وتراجع الزمن مع هذا الرجل. تبقى هنا المكان بيتناغم مع الزمن ويتماشى مع الزمن. الحياة جميلة كان في شارع علي، الحياة بدأت تتغير شارع جمع البنات، تغيرت أكثر شارع السوري. تبقى هنا المكان هنا أظهر لنا تغير الزمن وتبدل الحياة وتغير الحياة. اللغة فيها تصوير وفيها خيال وفيها رصانة الكلمة وفيها اللعب بالألفاظ وفيها فيها تصورات كثيرة وفيها جانب بلاغي جميل جدا عند الكاتب. مش لغة ميتة أو لغة تقريرية كلمة على قدر المعنى، لا، فيها لغة تصويرية جميلة ولغة بتصور مواقف. وضحت دايما في كتابي اللي هو القصة دي يا أولادي، صفحة عندكم في كمان صفحة 160، واستمرت حتى الدراسة صفحة 169. 160 ل 169 جبت 8 صفحات، ولا 8 صفحات يا ولادي، 9 صفحات كمان. تقروا الكلام ده كويس وربنا يوفقكم إن شاء الله. إن شاء الله لنا لقاء في محاضرة الغد مع قسم اللغة الإنجليزية، ولكن لحد الوقت أنا أذكركم بس بحاجة بسيطة جدا. بالجزء اللي احنا خدنا في الأول جزء النظر بتاع المقال، وبعدين خدنا المعنى المقال المعنى السياسي العيد، وخدنا رسالة الأديب للعقاد مع السياسي العيد للرافعي، وخدنا أوقات الفراغ لأحمد أمين، وخدنا قصة في القطار قبل كده والماضي، وخدنا نصان، درسنا نصين من الشعر رسيء شوق المحاضرة الماضية، ودرست لكم قبل كده اللغة العربية لحافظ إبراهيم. خدنا يا أولادي الربيع، خدنا الربيع، وإن شاء الله
وخدنا قصة النهاردة اللي هي قصة جنتلمان. افتكر الحاجات دي كلها، لأن الحاجات دي هيجمدها الامتحان بإذن الله. بالنسبة للي لحد الوقت اللي منكم لحد الوقت ما كتبش البحث، يرجع للكتاب بتاعي، وممكن نبدأ بالمقالة ونقول مثلا تعريف المقال، أو المقال أنواع المقال، وتاخدوا مثلا أول نص عليه، نص جئة وجوب للمازنية نموذجا، تاخدوا النص بتاع المنفلوطي الرحمن المنفلوطي، هذه مقال جميل جدا. تاخدوا مقال تاني في مقال تاني الآثار القديمة لأحمد لطفي السيد، ممكن تاخدوا هذا في مجال بحثكم برضو مقال. بالنسبة للقصة ممكن تاخدوا قصة الهذيان لنجيب محفوظ، ممكن تاخدوا قصة نصيب لتوفيق الحكيم في الآخر بصفحة كام يا ربي، أجيب لكم دلوقتي الصفحة، نصيب توفيق، قصة نصيب توفيق الحكيم صفحة 170. ممكن تاخدوا القصة دهيا. والجزء اللي بعد كده زي الثقة بالناس برضو، تاخدوه للعقاد برضو، ممكن تاخدوه مقالة، وممكن تاخدوا مجموعة مقالات في الآخر، منها مقال الزعيم التونسي عبد العزيز الثعالبي. ده نموذج من المقال السياسي. وتاخدوا برضو مقال، ممكن تاخدوا قصة اليتيم في الآخر صفحة 197 لمصطفى لطفي المنفلوطي. مجموعة قصص قصيرة نجيب محفوظ صفحة 196 و197. ممكن تاخدوا القصص دي هيا بتعملوا عنها أبحاثكم. ممكن تاخدوا قصيدة المرضعة للرصافي، موجودة في الكتاب هنا، أقول لكم صفحة كام، الأرملة المرضعة صفحة 122، ممكن تاخدوها برضه في البحث بتاعكم. ممكن تاخدوا قصيدة الفردوس المفقود الشاعر السوداني محمد أحمد المحجوب صفحة 132، ممكن تاخدوها تعملوا عنها بحث وتستفيدوا من الشرح بتاعي. خلاص كده، ايه اللي ما عملش البحث انا وضحت لكم 7-8 مجالات هامة، وكل 2 مع بعض، 3 مع بعض، 4 مع بعض، كل واحد وحديه، 5 مع بعض. اهم شيء تعملوا البحث بسرعة، لان ممكن ادارة المعهد نفاجأ بها بقرار استلام الاسبوع القادم، تكونوا انتم جاهزين. واضح عندكم المقالات، واضح عندكم قصص ونماذج شعريه، تعملوا الابحاث بسرعه، واللي عمل قبل كده من اي حاجه اديتها له او الملف اللي شيحته قبل كده وعمل، خلاص خليه زي ما هو، وربنا يوفقكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، نلتقي غدا باذن الله، ربنا يوفقكم، والى اللقاء دائما، واطيب التحيات القلبيه، السلام عليكم.